باسم مركز التنمية لجهة تنكسيف، فتنظموا هذه الدورة التكوينية لفائدة النسيج الجمعوي لمدينة مراكش بدعم من مجلس الجهة في إطار الاتفاقية اللي تتجمعوا مع مركز التنمية، وبدعم كذلك من جامعة القضاهية اللي تهي المركز عنده شراكة معها. الهدف من هذا اللقاء هو الرفع من قدرات النسيج الجمعوي حتى يتبوأ مهمة أكثر ويساهم أكثر ويكون دافع عالية أكبر في تنمية مدينتنا. وخدنا أربعة المحاور أساسية، أولا هي يعني تقنيات صياغة المشاريع وتتبعها وتقييمها، هذا المحور الأول. المحور الثاني هو التواصل وكيف تعبئة الموارد والشراكات. المحور الثالث هو التسيير المالي للجمعيات، لأنه الآن الجمعيات باش تكون مؤسسة كاين تقنيات وخص يكون حسابات مضبوطة وأرشيف مضبوط ومحاسبات إلى آخره، دونك كاين هذا النقص لاحظناه عند بعض الجمعيات، دونك غادي يكون الثالث. والرابع هو مسألة الجونغ والتنمية، لأنه تنعتبروا المرأة يعني هي نصف المجتمع، وبالتالي خص مشاريع تكون تتراعي هاد الجونغ والفئات ذات الاحتياجات الخاصة إلى آخره. عضو مكتب مركز التنمية جهة تنسيفت، نشتغل اليوم في إطار الجامعة الشبابية للفاعلين الجمعويين بمراكش الدورة 18، وهي بمثابة فرصة تكوينية للجمعيات المحلية العاملة بمراكش من أجل رفع قدراتها ومن أجل تأهيل إمكاناتها من أجل المساهمة المنتجة في العمل الجمعوي الخادم للتنمية المحلية. طبعا هذا النشاط وهذه الدورة التكوينية تجري بتنسيق وبشراكة مع المجلس الجمعي لمدينة مراكش الذي تربطنا به اتفاقية شراكة. هذه الدورة نريد منها رفع قدرات العاملين في المجال الجمعوي وتأهيل إمكاناتهم من أجل فعل ميداني منتج وفعل قوي. اليوم الشراكة مع المجتمع المدني والتعاقد مع المجتمع المدني ضروريان، ولذلك نصت سياساتنا العمومية على جملة من الهيئات الاستشارية وعلى جملة من آليات التشاور والشراكة، كما أن هناك نوع من الرصيد الذي راكمته هذه الجمعيات، سواء في التقاطها لقضايا ولمشاكل ولهموم القرب، في تواصلها مع المواطنين، في إنجازها لجملة من المشاريع وبكلفة معقولة وفي آجال مضبوطة. ثم هناك هياكلها التنظيمية المرنة التي تجعلها قادرة على الارتباط وقادرة على مواكبة حاجات ومشاكل المواطنين. السلام عليكم، أنا الأستاذة نائلة الوزاني، نائبة عميد كلية العلوم بسملالية بمدينة مراكش. احنا الآن كنحتضنوا هاد المناظرة في كلية العلوم السملالية اللي هي شريكة في هاد المناظرة، وهي شريكة في هاد كل الأعمال اللي كتقوم بها اللي كيقوم بها هاد المركز لتنمية جهة مراكش تنسيفت، وبشاركة معاه وبشاركة مع مجلس المدينة. التظاهرة اليوم هي الدورة 18 في نطاق الجامعة الشبابية للفاعلين الجمعويين بمراكش، وهذه الدورة كتمثل في العمل الجمعوي رافعة أساسية لتأهيل الموارد البشرية ورهان التنمية المحلية. أستا نائبة السيدة رئيسة المجلس الجماعي، المفروض لها القطاعين الثقافي والاجتماعي مراكش. احنا عندنا اتفاقية شراكة مع هذا المركز تاع جهة تنسيفت للتنمية، وهذا المركز عندنا فيه واحد الثقة كبيرة، لأن هذا المركز تعمل واحد عمل جبار لتكوين وتأهيل وإرشاد الجمعيات تاع المجتمع المدني اللي كاينين في مراكش. ولهذا احنا ارتأت جامعة مراكش أن تحضر هذا اليوم تكويني مع هذا المركز
في هذا الفضاء اللي هو كلية العلوم. فالجامعة درست وقامت بواحد المشروع اليوم راه غادي تخرجوا ان شاء الله في هذه الدورة، هو مشروع الرقمنة، الرقمنة تاع الجمعيات. هذه الرقمنة تتولي تتضبط الجمعية، حال دابا تدي جمعية رقم واحد تتعرف اشنا هي ليستوريك ديالها، ملي تاخذ الدعم اشنا هي الانشطة باش تقوم، اشنا هو العمل اللي غادي تقوم به، واشنا هو وكيفاش تعرف تدبر الملف ديالها والتقارير الأدبية والمالية. سيدي الكاتب العام من مركز التنمية جهة تنسيفت، منسق الدورة 14 لجامعة الشباب، الدورة ديال الخاصة بالفاعلين الجمعويين. طبعا الدورة اليوم تأتي من خلال اتفاقية شراكة بيننا وبين مجلس مدينة مراكش. طبعا هذه الشراكة الممتدة على طبعا منذ سنوات، وتقتصر بالدرجة الأولى على تظاهرتين كبيرتين. التظاهرة الأولى تتعلق بمجال الثقافي، خاصة هو الملتقى الثقافة والإبداع، والتظاهرة الآن المتعلقة بالجامعة ديال الشباب. جامعة الشباب في هذه الدورة ارتأينا أن تكون بشراكة مع المجلس، معا وتكون الفئة المستهدفة هي جمعيات المجتمع المدني، أي النسيج ديال مراكش من خلال طبعا مختلف المقاطعات، من أجل الاشتغال معها على تنمية قدراتها التدبيرية وتأهيلها من أجل الإسهام في التنمية طبعا التنمية المحلية والتنمية المستدامة المتعلقة بالمحلي أولا ثم بالجهوي ثانيا ولمالا المستوى الوطني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم